نختم من أبين، فقد توج فريق نصر الحصن بمديرية خنفر بمحافظة أبين بطلا لدور الشهيد هاني المرقشي والفقيد التربوي حيدرة البس بعد تغلبه على فريق شعلة جعار بهدفين لهدف. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل ردفان عمر. عرس رياضي جماهيري شعبي كبير شهده ملعب الجيل الصاعد بمنطقة الحصن بمديرية خنفر بمحافظة أبين، وذلك في اختتام دوري الشهيد هاني المرقشي والفقيد التربوي الفاضل الأستاذ القدير حيدر حسين البس الذي نظمه اتحاد الرياضة الشعبية بمشاركة 28 فريق من مديرية زنجبار وخنفر برعاية كريمة من القائد كرف حسين منصور والقائد صالح المرقشي وحضور مدير مكتب الشباب والرياضة الكابتن أحمد صالح الراعي والشيخ صالح حيدر منصور العطوي وقيادة مكتب الشباب بالمحافظة وعدد من القيادات الرياضية وقيادات السلطة المحلية. انطلقت رياح المباراة على صافرة الحكم زكي العاقل. بدأ الشوط الأول بالهجمات المتبادلة والسريعة، وخلال 45 دقيقة كانت أفضلية فريق النصر هي العنوان البارز في شوط المباراة الأول، وعمد النصر أفضليته بهدف هدفه المتألق أحمد بعرك لتستمر الإثارة والمتعة بين الفريقين، إلا أن النصر أصر على مصادرة أحداث الشوط الأول فنيا ونتيجة لينتهي لصالحه 2-1. اسم اليوم دوري الفقيد حيدر البس والشهيد هاني المرقشي، وكان دور عظيم إلى هذه اللحظة، وكان من 28 فريق من أنحاء أبين كامل. والشيء الأجمل في الدوري هو الحضور الجماهيري، حضور الجماهيري بصراحة ممتاز جدا جدا، لا تجده في أي منطقة من منطقة الحصن، فهي أرض الرياضة، منطقة الرياضة، أرض الحب للرياضة، عندك الجماهير كيف؟ شيء لا يوصف بالنسبة لإقامة طيفة عالية داخل الحصن من كل جد فيها. في الشوط الثاني ارتفع نسق المباراة وسط حذر من الفريقين في شن الهجمات ناحية حراس المرميين، كان خلاله أيضا لعبو النصر أكثر استحواذ على الكرة ووصولا إلى مرمى محمد الخضر حارس مرمى فريق الشعلة ليستمر الأداء المثير وسط هزيج الجماهير النصراوية الغفيرة صاحبة الأرض والملعب التي زاد من هوسها بعشق المستديرة هدف ثاني لمحبوبهم بارك. لم يستسلم شعلاوية جعار رغم طبول النصر التي كانت تقرع من كل أركان المدينة. حسن بن عطية منشأ البطولة ليعزز حضوره بهدف جميل لينتهي اللقاء بهدفين لنصر الحصن مقابل هدف لشعلة جعار. في نهاية المباراة تم تكريم أحمد بعراك لاعب فريق نصر الحصن بكأس هداف الدوري برصيد 7 أهداف وأفضل لاعبين في الدوري والمباراة السلال السلف وسمير وديع، وأفضل حارس مرمى في الدوري أحمد فوزي بمهيد، وأفضل لاعب ناشئ لاعب النصر ناصر علي كرامة. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر، محافظة أبين.